حياكم الله. وين رايح ومنين جاي؟ ادخل على التفتيش وانزل على الحاسبة. ايش قد تدفع حتى تمشي معاملتك؟ انت تعرف اني منو؟ بيش المنصب الفلاني؟ استفهامات صدعت رؤوسنا طيلة عقدين من الروتين والفساد، رشاوي وابتزاز في المؤسسات، واستغلال للعناوين وللمسميات. مؤسسات أمنية نخرت أركانها وهدمت على رؤوس الشوارع. أكثر من 350 ضابط ومنتسب خلال 6 أشهر فقط، والعداد ما زال مستمراً. أين كانوا ومن أي نفوذ استمدوا القوة؟ وتحت أي غطاء استمروا بعملهم؟ لا حسيب ولا رقيب، حصص تتلاقفها الجيوب وتغفل عن كواليسها العيون. أما المواطن فلا حول ولا قوة، ولا هم يشتكون، فأين القاضي؟ ملفنا الأول راح يكون عن طرد 365 ضابط ومنتسب من وزارة الداخلية بتهم الفساد والاستغلال الوظيفي خلال النصف الأول من العام الحالي. من السمة التي لا تزال تميز الحكومة العراقية بعد تشكيلها اتخاذها خطوات وإجراءات مباشرة لمكافحة الفساد، من ضمنها وزارة الداخلية التي قررت طرد 356 منتسبا من بينهم ضباط متهمين بالفساد الوظيفي والإساءة لسمعة الوزارة. وهذا القرار يعني راح يخفف كثير من هذا التساد، من هاي الرشوة، لأنه الضباط ومنتسبين جاي يستغلون وظيفتهم لابتزاز المواطنين، وهاي جريمة. هم المواطنين وضعهم ما يساعد، تستغلوهم ليش؟ القرار الذي أصدره وزير الداخلية بطرد المفسدين والذين يتقاضون الرشوات من داخل الوزارة، المنتسبين لوزارة الداخلية، حقيقة أشعر المواطن العراقي بأنه هناك مسؤولين يتحسسون بأنه العراقيين هم بأمس الحاجة إلى هكذا قرارات. في غضون ذلك، يرى خبراء جهود مكافحة الفساد يجب أن لا تقتصر على وزارة معينة فقط، من الضروري أن تعمم في كل الوزارات لقطع أذرع خرطوم الفساد الذي بات ينتشر في مفاصل الدولة، إضافة إلى فتح ملفات الفساد المالي والإداري والكشف عن المتورطين أمام الرأي العام. هذه الخطوة حقيقة يجب أن تعمم على باقي الوزارات، حيث ومنذ أو ما بعد 2003 لم نشهد حقيقة يعني إجراءات بهذه الطريقة حتى تعتبر رادع لباقي الموظفين، لباقي المنتسبين، لباقي الضباط، في أن تكون سلوكياتهم تتناسب مع ما يقومون به من أدوار حكومية. المتحدث باسم وزارة الداخلية انخفاض نسبة الرشوة والتزوير إلى 10%، فضلا عن استهداف 65 موقعا لتهريب النفط ضمن إطار جهود مكافحة الفساد. من بغداد، شيبان سامي، الأيام الفضائية. ورحب كل الترحيب بالخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني. حياك الله أستاذ عدنان. حياك الله. أهلا وسهلا. بداية أسألك عن نسبة النزاهة في الدوائر الأمنية، شو نشوفها حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا جميع مشاهديكم الكرام وحيا الله كادر قناتكم المحترم. الحقيقة وزارة الداخلية أعلنت، يقولون أنه القضاء على نسبة الفساد بنسبة 10%، معناته أن هنالك 90% منظومات فساد موجودة. نعم. وهنالك مقولة كنا دائما نتناقلها وما زالت، أنه الوحدة بأمرها.
أتحدث عن أي مديرية أو قيادة أو مؤسسة يبدأ الإصلاح من رأس الهرم، لأن إن صلح الرأس أصلحت القاعدة. فأعتقد يعني إحنا نتحدث عن مناصب تباع وتشترى، وربما بعض المسؤولين يعني ينؤون بأنفسهم عن هكذا تصريح ولا يقبلون أن يسمعوا مثل هذا التصريح، لكن الحقيقة هي هذه. نعم. رسميا هناك تداول بالعلن أنه هناك مناصب تباع وتشترى، وهناك هبات تمنع بعض المناصب ربما لمؤثرات حزبية أو ربما لمؤثرات عائلية أو ربما لمؤثرات مالية أو محسوبيات. لذلك نقول أنه إذا أصلحنا الرأس انصلحت القاعدة، وإن كان هناك الذي يستحق المنصب والمكان اللي يشغله هو متبوأ المنصب، فبالتالي ما راح يقبل بإدارة فاشلة ولا راح يقبل بمنتسبين أو موظفين أو ضباط معاونين أو يعملون معاه بالدائرة هم يتقاضون الرشا أو ربما منتسبين أو ربما يجاملون على حساب الحق في مؤسسته. طيب. لذلك سيبدأ الإصلاح في مكتبه أولا، نعمل أن يكون إصلاح في النفس، ومثل ما يقال الآية القرآنية تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. لذلك نقول أنه إن أصلح رأس الهرم أصلحت الدارة، وإن كان رب الدار هو إنسان تقي فأعتقد أن يعني العائلة حتما ستأخذ نفس المنهج. أستاذ عدنان، إحنا نحكي عن 365 ضابط ومنتسب خلال النصف الأول فقط من العام، يعني رقم كل كبير. لا، رقم جدا ضئيل، لأن نحن الآن نتحدث عن وزارة الداخلية، وزارة الداخلية بحدود 750,000 منصب موجود، الرقم هذا شي يشكل من هاي النسبة؟ ما يشكل شيء. وهنالك طبعا احنا نعمل ان تكون هذه بدايه لاصلاح الوزاره، الوزاره مهمه جدا، وزاره الداخليه تدخل في كل جزئيات المواطن العراقي في حياه المواطن. لذلك نامل ان يكون الاصلاح بهكذا مستوى، ونامل من القياده العراقيه ابتداء من القائد العام بصفه المسؤول عن الاجهزه الامنيه والعسكريه لحد سواء ان يوظف القطاعات العسكريه الماسكه الارض التوظيف الصح. يعني الآن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الدماء التي سالت على أرض العراق وسقت أرض العراق، فالآن الأمن الحمد لله المواطن استشعر موجود. القطاعات الماسكة الآن أدوارها شنو؟ أن كانت القطاعات الماسكة والأفواج والألوية والفرق المتواجدة بغداد حاليا بها 4 فرق إضافة إلى قيادة عمليات بغداد، يعني عندنا فرقتين بجانب الكرخ وفرقتين في جانب الرصافة. نعم. فرقة من الجيش العراقي، فرقة من الشرطة الاتحادية، وهنالك بمستوى سرية وفصيل متواجد بالأحياء السكنية. واجباتهم شنو؟ يعني الآن هنالك مقر فوج في كل منطقة، والفوج به سرايا والسرايا بها فصائل موجودة. طيب. وواجبات ما عندهم حقيقية لأن الأمن مستتب. طيب، على الأقل كافحوا التجاوزات على الأرصفة وعلى الدور السكنية والأحياء السكنية. هذا يقول لك أيضا يحتاج إلى قرار سياسي. ما يحتاج إلى قرار سياسي، موضوع أن تهيئ بغداد مؤهلة للعيش الكريم. الآن أكو دائرة بأمانة بغداد تحت مسمى إزالة التجاوزات، وهذه الدائرة لم تؤدي ولو 0.5%، يعني 0.5%، ما أدت دور من أدوارها، يعني مجرد أنه دائرة. والغريب ضباط هذه الدائرة ومدراء هم متجاوزين أصلا، يعني كان أحد مدراء هذه الدائرة بالكاظمية أخذ 200 متر من دائرة مجال الكاظمية سواء بيت سكن، يعني هو مدير إزالة التجاوزات يتجاوز على المال العام. فتخيلي أنت إحنا وين عايشين؟ هيا سنة هسه موجود، هو قبل سنتين ثلاثة طلع أو جزء بعد اللي حد الآن، وبيته لا زال موجود طبعا موجود. إيه، هذا يأسس السؤال خلال مسيرة عملك، هذا يأسس لمفاسد. أنت شلون هذا الموظف اللي بالدائرة أو المنتسب بالدائرة يتجاوز عليها؟ راح يتعامل مع التجاوزات إذا يشوف مديرة متجاوز عليها، حتى ما راح يتعامل بالرشا، يروح للمعني حتى يبتزه ويأخذ منه فلوس ويديره جرجع ما له علاقة به، أو يغض النظر أو يريد يسلك أو يجي للدائرة. ها بالمناسبة حتى الدائرة والله العظيم نحن جمعنا بعض المعلومات على أن هنالك أتاوات تدفع من المنتسبين على حساب القائم في أماكن معينة. شلون مثلا؟ يعني كل منتسب رسميا يدفع 50,000 في الشهر. ليش؟ يقول هذا أنا يعني يريد مني المدير الأعلى واللي يريد مني، يعني حتى يدفع حتى يبقى بمكانه؟ طبعا إذا ما يبقى ما يدفع أكثر أو نفس هذا المبلغ يعني احتمال ينقل أو احتمال يعني شوف شيء. يعني ممكن هذه موجودة هي. فإحنا نتحدث عن أنه يعني أقول أنه القطاعات الماسكة مع الدوائر المعنية بإزالة التجاوز مع ديوان الرقابة المالية
مع هيئة النزاهة، مع شؤون الداخلية في وزارة الداخلية، مع الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، مع كل الدوائر الرقابية المسؤولة عن أمن الأشخاص وأيضا الأبنية. يجب أن يؤدوا أدوارهم بالطريقة الصح، لأنه هذه أمانة في أعناقهم. فبالتالي إن فسدت هذه الدوائر المهمة التي هي من مسؤوليتها أن تراقب، معناته المنظومة فسدت، ومعناته أنه رأس الهرم فاسد. يعني خلال مسيرتك في العمل في المؤسسات الأمنية، شلون الضابط أو المنتسب يقدر يبتز مواطن؟ شوف أحكي لك في الموضوع بسيط. حسنا أنا من داجي أحد الأخوان تحدث لي قال أنا رح أتراجع على دائرة الجوازات. طيب. هو أصلا من محافظة ميسان وساكن بغداد طبعا، وعلى دائرة جوازات أحد اللي فيه بالرصافة ما أريد أسميها، يقول 20 مرة يرجعون للعمارة، مرة يقولوا لي بدل الجنسية، مرة يقولوا لي جيب لنا صحة صدور بالشهادة، مرة يقولوا روح جيب صحة صدور بالبطاقة السكن، تأيد من بطاقة السكن المختار، مرة يقولوا لي يعني يقول مرة آخرها يقول الصك كملت المعاملة وحاسب استمارة، قالوا شنو هذا الصك بدون تاريخ؟ يا قلت له التاريخ ينكتب، قال لا تروح تلغيه وتسوي صك جديد، معناته يلغيه ويلغي الاستمارة وياه. فيقول اخرها واحد من الحرس اللي بالباب قال له تعال شو هاي تروح وتجي، قال له والله ايش الموضوع؟ قال له بسيطه جيب المعامله، جاب المعامله راح جا قال لي تكمل معاملتك $100. يعني هذا اللي بالباب تخيل هذا موجود طبعا شاهد يتحدى الشاهد يقول اضطريت دفعت هذا المبلغ، هذا موجود شاهد قد دفع؟ $100 يعني دفع. المعنى قصد يعني متهم هنا دائر لا والله ابدا، يعني هم الاخوان اخواننا واعزاء وقدموا الدماء والتضحيات، ونتحدث عن عينات ما نتحدث عن مؤسسه، هنالك الكثير من ابناء وزاره الداخليه ابطال وناس مضحون وقدموا ما قدموا من التضحيات من اجل العراق ومن اجل امن العراق، ما ننسى فضلهم ابدا ابدا ابدا. نحن لكن نتحدث عن بعض الحالات عن المريضه شوه سمعه مؤسسه، وايضا نتحدث عن مدراء دوار حينما يشترون المناصب ومدراء دوار يتعاملون بالرشد، هو اللي يمشي الضباط؟ لو الضابط قايل له انت قول هالشكل ويتقاسمون النسبه؟ ست فرح راح اقول لك اياها بامانه والله العظيم دون خوف ودون وجل، واحنا عايشينها ونعرف الاسماء والمسميات، وبالتالي لا يعني ما حد يقدر يتحدث عن هذا الموضوع. الضابط حينما يستلم منصب مقابل ثمن، طبعا بالمقابل يريد يرجع فلوس اللي انطاها حتى يصير بالمنصب، وحتى يبقى بالمنصب لابد انه ينطي مبالغ مالية، لذلك يستغل بعض المنتسبين من الدائرة حتى يهيئوا له لأمور ممكن يحققوا له إيرادات مالية، يسد الالتزامات المطلوبة عليه، سواء كان من المدير الأعلى أو من الجهات الرقابية أو من بعض الدوائر اللي طالبة بمبالغ مالية. وهذا موضوع هو ليش بالعلن الرسمي تحدثوا عن مناصب وزاريه تباع وتشترى يا سيد فرح، يعني مجلس النواب صارت بيبيع وشراء بحسب. فبالتالي احنا الان من نتحدث عن خروقات نطلب ان يكون حد لهذه الخروقات. زين، وانا ارجع اقول والله العظيم اساس المفاسد اساس المفاسد اساس المفاسد، لانه الموجودين حاليا بعيدين عن الوطن والمواطنه. احنا اذا فعلنا قانون مكافحه الجسس راح يكون الرجل الوطني بالمكان المناسب، والوطن لا يقبل المساومة على حساب الوطن. المشكلة أستاذ عدنان صارت بالمواطن، المواطن نفسه صارت عنده ثقافة يريد يروح يدفع رشوة حتى تمشي معاملته بسرعة، لأنه يعرف تماما أنه إذا ما يسلك هذا الطريق راح يفروه بحلبة، وبالتالي راح يبقى يفتر بدائرة ما يطلع من عندها نهائيا، يعني يدمرون أعصابه وما يحلوا له مشكلته، فيذهب باتجاه أنه الدفع حتى يختصر الطريق على نفسه وعلى المقابل. بس هو بهيك حاله هم دا يدعمهم. بديل شنو؟ انا هسه عندي معامله ولابد انه تنجز هذه المعامله. البديل اكو تبليغ، اكو ارقام موجوده. المن تبلغين عيني. هذه الارقام الموجوده في الوزارات والمؤسسات الامنيه هاي شنو؟ ست فرح هذه طبعا هي اشبه بحقيقه صارت. موظف من الموظفين يتقاضى رشوه والمواطنين يضجرون عنده، فراحوا قدموا شكوى للدائره. رجع هو كان ياخذ على المعامله 10,000. زين. حتى يمشيها. اجوا بعد ما قدموا الشكوى وصار عليها ضجه، لقوا خال قطع 25,000. سلو قال يا ابو عبي انت كنت تاخذ 10,000 حتى تمشي معامله، شو صار 25؟ قال لهم يوم 10 الي و15 للي نصب الكاميرا حتى يراقبني. المعنى يعني قصد يعني هذا مدعوم هذا من جهه اخرى من باب النكات، يعني معناته شوف التثقيف وين وصل بهذا الاتجاه.
يعني حتى اذا تشتكيني من الجهات الرقابيه والجهات الرقابيه اغلبها هو تشوفي ست فرح قاعده بسيطه جدا تقدرين تعرفين الرشا والمرتشي ومن يتعامل بالرشا. اليوم اذا فعلتي قانون من اين لك هذا؟ قادئ خلال سنه او سنتين يمتلك قصور وبنايات وشركات. موظف يروح بال او منتسب يروح بالمنافذ الحدوديه خلال شهر ثلاثة اشهر يرجع عجلته تتغير طبعا يقال له ست اشهر بيته يتغير يعني واضحه الشغله انه اكو ايرادات نعم. اكثر من اللي هي موجوده عندنا طيب. هذا ابسط دليل على انه وضحت قانون الرشا متفشل نعم موجود. دعني ارحب بالقانونيه الست قمر السامرائي انضمت الينا حياك الله ست قمر وعليكم السلام حياك الله هنا يا حبيبتي تفضل ست قمر كنا نتحدث عن 365 ضابط ومنتسب حالوهم الى الطرد الى مو الى التقاعد طردوهم نعم. فسؤال لحضرتك يعني هذا كانوا في وزارة الداخلية في المؤسسات الأمنية نعم. ذولا شلون كانوا يعني يشتغلون ايش قد اخذوا رشاوي من يستمدوا قوتهم هؤلاء الضباط اللي انطردوا جميعهم هم جرائمهم مخلة بالشرف يعني رشوة اختلاس اموال دولة تجارة بالمخدرات وغيرها من الجرائم اللي هي مخلة بالشرف يعني بين قوسين أي جريمة مخلة بالشرف نعم. تكون هناك عقوبة تزوير أكيد التزوير يعني هي أي جريمة مخلة بالشرف أنا ضربت أمثلة يعني الاختلاس الاستيلاء نعم. التزوير التجارة بالمخدرات مثلا الابتزاز ممكن ضابط يبتز مواطن أو يهدده بصور يعني هاي الصك أصلا بالقوة الأمن الداخلي تكون من الجرائم المخلة بالشرف نعم. فهؤلاء الضباط استغلوا وظيفتهم وأدى ذلك إلى ارتكاب عديد من الجرائم وهم أكيد ملزموا من أول مرة يعني أنت كل هذا منتسب أو ضابط تلقيه ممكن مرتكب هاي الجريمة لمئات المرات إي مو من ذات نفس ست قمر أكيد أكو جهة داعمته ولا شلون يتجرأ ضابط أو منتسب حتى هو الموضوع مو شرط أنه تكون جهة داعمته يعني أنت اليوم إحنا نضرب الأمثلة على سبيل يعني نضربها كمثال يعني احنا نعم. ما نعمم على الكل اليوم ابسط مفوض بمركز الشرطه ممكن يوميته 500,000 اذا ما يريد ياخذ من كل مواطن 25 50 هاي صارت 500,000 وتعرفين انت اليوم الرشوه هي اذا كانت 100,000 دولار او 200,000 دولار او كانت 1000 دينار هي رشوه بالاضافه الى اكفد موضوع احنا نعقبه على وزاره الداخليه مثلا هسه انت اذا تجين على موضوع الرشوه يكون الموضوع حين لكن اذا تجين على الضابط اللي يعذب مواطن ويخليه يدلي باقوال خلاف للواقع وهاي الاقوال تخلي المواطن ينحكم اعدام او ينحكم 20 سنه او ينحكم مثلا 15 سنه الغايه من ذلك شنو؟ اما انه يريد يترفع او راد من المواطن مبالغ مالية والمواطن ما قدر يدفع هاي المبالغ فأنت دا تشوفين هاي الإشكاليات اللي وين دا توصل يعني إحنا دائما وزير الداخلية صح دا يطرد بعض الضباط لكن مو كلهم وايد ضباط فازين لحد الآن باقيين بالوظيفة ودا يبتزون بالعالم ودا ياخذون ودا يسوون أشكال وألوان من انتهاكات لا يقبلها لا منطق ولا عقل ولا دين ولا قانون ولا اي شيء. بحكم عملك بالقضاء اغرب حاله عن الابتزاز في هذه المؤسسات الامنيه شنو؟ يعني هي ذات الجين هي كل هالحالات غريبه يعني ماكو حاله معينه تكون غريبه، لكن انا البارحه جتني مواطنه صراحه يعني انا جدا تألمت يعني ما قدرت يعني اتحمل الموقف اخوها ايده منها مكسوسه ورجله منها. شالوه بالمؤتمر القمه. هاي من كرفوا الناس بالشوارع لا على التعيين اي انسي من تجين تقولي لي ضباط راح اشرح لك الضباط يجي منتسب اثنين منتسبين يحلفون كتاب الله كذب انه شاهدوا هذا المواطن عليه عبوه ناسفه تمام تمام هذا المواطن صار بي هنا راح لي دونه ضابط احنا ما نعقب على القضاء القضاء يجي مواطن بده يقول له اني مرتكب جريمه اني اليوم لو كنت قاضي عفوا ست قمر اسمحي لي عفوا انت تتحدثين عن موضوع مكافحه الارهاب نعم. هذا الموضوع شغلي باختصاصي فرجحني يعني مو هيك الموضوع نعم شنو؟ مو هيك الموضوع انا رجل عملت بالاستخبارات ومكافحه الارهاب شنو الموضوع مو هيك؟ ماكو منتسبين اثنين يجون يشهدون على واحد ويحلفون بالقران مو واجب المنتسب عزيزتي
عزيز شنو هو وزير المنتسب؟ مفروض مفرزه قابضه لا تهمهم شنو هم؟ مفرزه قابضه يطلعون على منتسب وجود يحلفون عليه اولا. ليش ما يحلفون؟ ليش هاي حالات ما صايره؟ لا ما يحلف. لا صايره. ما اكو جرم مشهود. يحلف استاذ. بس ما يحلف عزيز مفرزه القابضه تسير القاضي. يحلف يدون كشاهد استاذ هسه تقرير قانون؟ عزيزتي انا ضابط شرطه ومدير دائره معنيه بالاستخبارات ومكافحه الارهاب. عزيزتي اولا اذا طلعوا مفرزه يتحدثون وبالتالي شاهدوا شخص يقوم بزرع عبوة ناسفة. المفرزه القابضه اذا كان طبعا مفرزه قابضه مفرزه جواله تطلع واثناء واجبهم واثناء التجوال شاهدوا شخص يقوم بزرع عبوة امامهم حالتين. الحاله الاولى يا اما التعامل وياه والتعامل وياه ممكن حتى اذا صار اطلاق نار ممكن ان يقتلوه بالتالي ما حد يحاسبهم لان اثناء الواجب والجرم مشهود واما يلقون القبض عليه بالجرم المشهود والجرم المشهود تصير محضر ضبط والشهود موجودين. انا بمحاضر ضبط مال وزاره طبعا 100% مختلف. لا استاذ انا ماكو محضر ضبط مزور ابدا. انت غير دافع. ما دافع عن باع كلش انا انتقد وقبل ايش كنت انت خليك احنا على احنا نتحدث عن الفساد نتحدث عن الفساد بس ما اريد نطعن بالاجهزه الامنيه. انت تتحدثين بشموليه. لا احنا قلتي مفوض في مركز شرطه يعني معناته مراكز شرطه والمفوض احنا قلنا بعض استاذ ما قلنا الكل. طيب احنا بكل لقاءاتنا قلنا البعض. طيب هو ده يقول انه ماكو مفرزه تحلف قران. لا اي واحد يدون مفرزه قابضه شاهد غيره لازم يحلف قران لان هنا ده يدون بصفه شاهد والشاهد يحلف وان كان متهم. المتهم من يدون كشاهد ضد متهم اخر يحلف. انت واجهتك شي قضيه؟ طبعا ست احنا ذاك المره بمحكمه جنايات الكرخ الثالثه احد المنتسبين مال مرور نعم. حطوا مخدرات المواطن وانحكموا عن جريمة تضليل القضاء. شنو هاي الحالة ما صاير؟ احنا دا نتبلع على وزارة الداخلية يعني الصراحة الفساد وصل استشرى بها الى حد ما. احنا ما دا نجي نحكي من كيفنا. المواطنين دا يدلون باقوالهم 95% واني مسؤولة قدام الشاشة وقدام التلفزيون ومستعدة اتحمل اي دعاوى ترفع عليه. 95% الاقوال تنتزع بالاكراه. قصة فيلم هندي الفيلم ينعاد. هذا المتهم مدون يجي المتهم الثاني يدون نفس اقواله. المتهمين دا ينحط شيء براسهم ودا يبصمون ما يعرفون على شنو. يجي المنتسب يجي المتهم قدام القاضي يخاف يحكي يخاف من الضابط. النتل والكتل والخنق بالمي وغيرها وصلوا الضباط يتخذون باساليب تعذيب ما يتركون اثر على جسد المتهم. احنا ما دا نجي نحكي من كيفنا. هذا الموضوع مستحيل. يبقى حق الرد مكفول لكل الجهات. احنا اكو ضباط نعم دافعوا عن العراق اكو ضباط شرفاء ذولي لهم كل الاحترام لكن احنا من نجي الضابط اللي يعذب مواطن هذا ضابط فاسد. الاستاذ يقول ماكو اكو متهمين اثنين بالاستخبارات عذبوهم وابتزوا اهلهم بثلاث دفاتر. المتهم مات اثناء التعذيب. هذا ضابط فاسد لو ضابط شريف اللي اتخذ هذا الاسلوب المبتذل. اخوه شقيقه لهذا المتهم عن نفس التهمه تم تدوينه بعدين بالانكار. هاي اللي يسويه هذا الموضوع. هذا اللي انسان اللي يعذب انسان ويستغل وظيفته. اكو استغلال يستغل وظيفته آخر. نعم هو استغلال. لا شنو لا استغلال اقصد به وعذر جنسي لبعض المتهمين بلي. حالات اني ومسؤوله عن كلامي يجون الناس يشهدون يهددوهم بهتك اعراضهم يهددوهم. بالإضافة أكو بعض الأساليب اللي هي ما تنحكي على العام دي يتخذوها. ليش إحنا ما دا نتبلع على أحد من كيفنا؟ إحنا ما دا نقول يعني الجميع. يعني أنت حضرت الشاهد على هذا. إحنا ما دا نقول الجميع. أكو فرق بين أنت تقول كل الضباط فاسدين وبين تقول أكو ضباط فاسدين. أكو فرق بين الجملتين. زين. وإحنا مو بس الضباط. هسه أنا كمحامية المحامي اللي وقع على أقواله ما يقراها محامي فاسد. المحامي اللي ما يسأل المتهم انت متعذب لو ما متعذب محامي فاسد وان كان حاضر انتداب. اذا استاذ عدنان هذه الاساليب بالفعل موجوده في وزاره الداخليه يعني نحن نسمع لكننا نريد ان نوضح هذا الراي. ست فرح اولا هو منظومه الفساد موجوده وانا قبل شوي تتحدث عن الفساد واصل مرحله بسبب واحد واضح لكن اذا تحدث عن منظومه قدمت التضحيات بلغه الاجماع هذا مو صحيح. يعني الان المتلقي قد يفهم انه الجهاز الامني او الجهاز الاستخباري او مثلا جهاز الشرطه طبعا بالمناسبه هناك فرق كبير بين الجهاز الشرطي والجهاز الاستخباري
جهاز الرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب بين الشرطة الاتحادية وبين قوات الرد السريع. دول قوات قتالية، الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع. وكالة شؤون الشرطة واجبها إدارة الملف الأمني الداخلي، مراكز الشرطة، النجدة، المرور، هذه الدوائر الخدمية. الاستخبارات واجبهم التعامل مع إرهاب. والله العظيم مو لأنه أنا بين هذا الجهاز، بس والله العظيم أقول أشرف ما موجود عندنا بالعراق الآن هم ضباط الاستخبارات. أقسم بالله أكو خرق طبعا، ما أقول أنه كلهم نظيفين، أكو حالات خرق، بس لو حسبنا الخرق على مستوى الدوائر المدنية والدوائر الشرطوية والدوائر الأمنية البقية راح نلقى أقل مفاسد موجودة في هذا الجهاز. أقل مفاسد موجودة في هذا الجهاز. لكن نقول البعض، وأنا دائما أقولها، يعني هنالك بعض المحسوبين على هذا الجهاز هم ما يحملون أي صفة أو أي عقلية بمجال الاستخبارات. الاستخبارات لابد تكون عنده مواصفات خاصة، وإحنا دائما نقول له رجل الاستخبارات عقل متشكك يحب التفاصيل. وأنا دائما أقول هالفرق بين رجل الاستخبارات والرجل عادي، يعني جدلا ست فرح أخت كريمة عزيزة وربي إن شاء الله يحفظك، شكرا. لو جدلا أنا معاك دخلنا في سوق زي. لو وقفنا يوم واحد ولا سلمنا على واحد ولا اشترينا من واحد ولا أي يعني أي عمل خبنا به، ما عم دخلنا من هذا الباب خرجنا من هذا الباب. رجل الاستخبارات راح يطلع بمعلومة، راح تقول لنا شنو المعلومة طلعت بها، احنا ما وقفنا ولا اشترينا ولا عملنا. طبعا سمع دا يحشون على الطماطم الكيلو بربع مثلا، يعني هذا وقت الطماطم كلفة الطماطم على المزارع أكثر من ربع، معناته مستورد الطماطم في هاي الفترة هدفه قتل الزراعة بالعراق، ولأنه من توصل للباع بربع معناته المستورد بيش عليه خلي 100 دينار زي. وبالعلوة صارت 150 دينار، وصلت للباع صار 250، يعني كلفتها 100 دينار مو كلفة النقل. معناته أكو هناك جهات الزج عندك المواد الزراعية للسوق المحلية في وقت الحصاد حتى تدمر الفلاح، حتى ما تخلي يزرع بعد، بس أيضا تقتل الزراعة بالعراق. رجل الاستخبارات أن يألف قصص وقصص، كانت عندنا المخبر السري وما أدراك ما المخبر السري. شوفي موضوع المخبر السري، موضوع احنا طبعا أنا كنت يعني ولي الشرف أن أكون جزء من موضوع إعادة تقييم والعمل بموضوع المخبر السري، ولحد الآن يعمل به نعم. حتى أعطيك فكرة عن المخبر السري. كان سابقا في أيام الأمريكان، وهذا شغل الأمريكان هم اللي جابوا لنا هاي التهمه، يجي شخص أي واحد ما معلوم اسمه الكامل ولا عنوانه، يعطي للأمريكان اسم أن فلان عدنان الكناني إرهابي ويفجر ويزرع عبوات وشي، دخل وين بقاعدة بيانات الأمريكان عدنان الكناني. عدنان الكناني لا اسم أم ولا مواليد ولا اسم أب، عدنان الكناني فقط. إذن أي اسم بهذا المسمى عدنان الكناني أصبح الآن متهم عند الأمريكان ويلقى القبض عليه ويدخل في سلسلة. شنو التطورات اللي صارت؟ اللي صار احنا قعدنا بال 2008 بالضبط تحديدا 2008، وبدينا نقيم الموضوع بناء على ما قدمونا الامريكان من قاعدة بيانات على مطلوبين. لقينا اسماء عدنان الكناني، محمد ابو خالد، جمال ابو فلان، يعني اسماء مجرد انه ممكن اي واحد تتهمه بهذا الموضوع زين، وعليه جرم ارهاب يعني. قلنا والمصدر ما معلوم، المصدر اسم فلان واسم حركي، فذهبنا باتجاهنا لابد ان تجري استماره وتقييم للمصدر. اولا من هو المصدر؟ ما هي الغايه من رفع المعلومه؟ هل هو مسجل ام غير مسجل؟ مجرب ام غير مجرب؟ درجه الثقه به ايش قد؟ تفاصيله وبياناته واسمه الكامل، ضابط المصدر للمعلومه، الغايه من رفع المعلومه شنو؟ كيفيه حصوله على المعلومه؟ هذه كلها دخلت بفلترة وضحت الفكرة. إذا تقصد أنه غير قابل للاختراق، كل هذا شنو رد السفر اللي حكاه واللي إنه منو جابه وشنو السبب وكله، المخبر السري يقدر يعطي أي أسباب. أكو فرق صار بين المصدر وبين المخبر السري؟ نفس الشيء استاذي، نفس الشيء. شنو الاختلاف؟ المصدر شكل مسجل رسميا، نسجل وعنده داخل بقاعدة البيانات والتعامل معه رسمي، سجل رقم 5 رقم 6 رقم 7 رقم 100 وبياناته موجودة واسمه بياناته موجودة، وإن كانت موجودة هناك استمارة التقييم للمصدر وإن كانت موجودة. أغلبهم مجرمين قتلة. أنا جاني ذاك اليوم راسلني أحد المتهمين قال لي أنا صرت بالتنظيم وصرت مصدر، فتخيلي هذا بالتنظيم اللي هو كان بتنظيم داعش الإرهابي صاير هسه مصدر ويخبر عن الناس. يعني هو بالجانب التربيه. خلي اكمل فكرتي مقاطعتك استاذ. الفكره وما بيها وان قال اسم امك
وإن قال اسمك الكامل، ممكن أي شخص يكرهك اليوم، هو مسجل مخبر يعني عنده مصدر رقم، أجا دون إخبار ضدك، هنا أنت راح يلقون القبض عليك. اللي راح يدونك منه؟ الضابط. الضابط راح يحضر لك كليشه بخمس صفحات، يطلعك مفجره جسر الائمه انت، يعني انت السبب تفجيره، او انت فجرتي علي الهادي وحسن العسكري عليهم السلام. راح تبصمين انت وانت ما شايفه شنو افاتك طبعا. واذا ما بصمت؟ حبيبي واذا ما بصمتي انت؟ انت كيس براسك وايدك اللي ورا، شو تسوين يعني؟ هاي في كل المراكز يا ست قمر. يعني ست هذا الموضوع 90% الا ما رحم ربي. هنا وين؟ الا ما رحم ربي. المتهمين الله شاهد ماكو متهم جاني بيرحم اذا ما قال لي انا بصمت هيك. ايده اللي ورا ويبصم. انت حتجين تقولي لي اكو ضمانات؟ نعم اكو سيد قاضي، واكو ادعاء عام ودعي عام، واكو محامي منتدب. انت اليوم من متعذبه 20 يوم شايفه ابشع انواع التعذيب، كهرباء وكرسي كهرباء وغيرها، من تجين انت يم قاضي والضابط قايل لك اذا نكرتي يم القاضي راح افعل بيش كذا وكذا وكذا، ايش راح تسوين؟ اكيد راح تعترفين. يعني احنا ما نشكك بالقضاء. هذا ضمن احصائيه لو هاي ضمن مجرد هذا ضمن احصائيه. انا حثبت لك هذا الكلام. الارهاب من شو وقت؟ طفي من وراء 2003 لغايه الان. ايش قد متهمين طلعوا بعفو 2008 وبعفو 2016؟ واي هذا اللي يثبت انه المخبرين السرين اللي الضباط يختاروهم. ليش اكو كان الصفقه السياسيه؟ نعم طبعا الضباط يختارون المخبرين السرين، يعجبه واحد يقول له تعال صير مخبر سري، وهاي صايره حالات يعني وشايفيها شهاده عيانيه، والضابط هو اللي يدون. اذا منو السبب الفساد؟ بعض الضباط اللي بالداخليه، والقضاء انصفهم. هؤلاء الناس كان عندهم تقارير مثلا طبيه استحصلوا والقضاء انصفهم، القضاء عاد المحاكمه وانصفهم. يعني هسه حسب كلامك 365 من الضباط والمنتسبين هذا عدد لا شيء. هذا طبعا لا شيء. واقول لك شغله، هذول 365 انا كمحامي اقول لك اشرف من هوايه ضباط لحد الان هم بالخدمه. هذول تلقيهم على 100 دولار، على 50 الف اللقفه، على 200 الف، على 500، هاي المبالغ لا شيء. نعم. اكو ناس تطلب دفاتر أربع دفاتر وخمسة ويساومون العلم ولحد الآن هم بالوظيفة. يعني تقصدين هذول خلهم كبش فداء؟ لا مو كبش فداء. اليوم مثلا أنت المشتكي يعني مواطن جطاك فلوس، صدفة هذا المواطن خابر الشؤون عليك، بلغ عنك، نقول مثل ما نقول حظه، هذا وقع بحظه. لكن شنو أنت تجين الفازين الرئيسيين هواية أكو لحد الآن وماكو أي إجراءات ضدهم. نقول مثلا ما وصل خبر لمحاكم قوة أمن الداخلي. محاكمهم رصينة للأمانة وتعاقب، ويعني يجيها رائد عقيد ما تهتم لواء تحاسبه وأشد الحكم. زين أستاذ عدنان بالفعل إحنا عندنا تعذيب بالسجون؟ شوف الست فرح أمادر الست قمر المحامية قمر تحدث وكأنه الموجودين بالسجن ملائكة والضباط عبارة عن مجرمون وقتلة وحوش. حد الضباط قتلة؟ حد قال تتحدث عن موضوع عبرياء ومكبل ايديهم للخلف وبصم، شلون ايده متكبل الخلف وبصم؟ لا تطولوني ما لا اقول شيء هذا الموضوع. لا تقاطعني، عفوا لا تقاطعني. انت تحكي عني من فضلكم. ست قمر فقط اكبر الفكره، حتى انا قاعد قتله لا يقولني ما لا اقول. حاضر اعطيك حق الرد. لا لا ما اقول انا ما قولت ما لا يقول. نعم يقول لي لا تحكين وياي حتى لو كان اتهامات متكرره. اتهامات متكرره. انا قبل قلت لك اكو محامين فاسدين، ليش اخذ اتهامات متكررة يعني وواضحة جدا للجهاز الأمني، واضحة جدا واتهامات واضحة ومتكررة لجهاز الاستخبارات، وعليها أن تثبت الضباط الذين طلبوا الرشأ. هي قالت أتحمل مسؤولية، أتحمل مسؤولية، عليها أن تثبت. يعني إن شاء الله هذا الموضوع ما راح نمرره وراح نتخذ به إجراء طبعا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عزيزي ملزمة أنها تحددي لنا الأسماء. لس مرة أستاذ الحالة اللي حددتها الضابط بالسجن أستاذ عدنان. هل هنالك عمليات إضافة إلى هذا اللي الآن يسيء وتلقى القبض عليه الأجهزة الرقابية؟ هنالك محاكم تحت مسمى محاكم قوى الأمن الداخلي، وهنالك لجان تحقيقية. يعني الضابط والمنتسب حينما يقوم بالرشوة والتعامل بمجال الرشوة هناك دعاوى قضائية، وبالتالي الجهات الرقابية تشكل لجان تحقيقية ما يسمى مجلس تحقيقي، والمجلس التحقيقي هو محكمة ابتدائية.
والتزم الامر اذا ثبتت عليه التهمه يحال الى محكمه قوى الامن الداخلي. لا يرفع توصيات الوزاره يعني الداخليه محكمه قوى الامن الداخلي. ست قمر ب 30 ثانيه لو سمحت بالفعل وقت انتهى، شو تردين على ما تفضل به استاذ عبد؟ اول شيء ست توصيات الرفع للوزير، الوزير اذا صادقها تحال لمحكمه قوى الامن الداخلي، واذا ما صادقها ينغلق المجلس التحقيقي. لا يقولني ما لا اقول، مال انه ضباط قتله ومجرمين وغيرها، اني ما قلت، قلت هواي اكو ضباط شرفاء. لا تقاطع الاستاذ، اكو هواي ضباط شرفاء، لكن اكو كذلك هواي فاسدين. والحاله اللي اني قلت عليها اللي قتل مواطن، توقف الضابط وانثبت هذا الشيء. عندك ادله على ما تفضلتي به؟ ست دعوه بالمحكمه كامله، شنو عندي ادله بعد؟ شو اريد اكمل الشيء؟ اني ادلتي واضحه ست. نعم، شكرا جزيلا القانونية قمر السامراء، حياك الله على كل ما تفضلت به. أيضا أشكر كل الشكر الخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني، حياكم الله على كل ما تفضلتم به من هذه الإيضاحات. ملفنا الثاني راح يكون عن انتخابات إقليم كردستان، وراح نفتحها باستطلاع من الشارع العراقي لنتابع. آخر يوم الإعلان من فوضية أنه يغلق باب الترشيح، أنا أعتقد أنه ما يصير انتخابات، ما تعتقد انتخابات، لأن الأزمة موجودة. الأسباب لعدم وجود انتخابات في إقليم كردستان برلمانياً موجودة الأسباب، عليهم أن يعالجون الأسباب، الأزمة الموجودة، الخلافات الموجودة، فأكيد حتكون انتخابات. لكن الأسباب الموضوعية لعدم وجود انتخابات في إقليم كردستان ما زالت موجودة حاضرة. يعني من مصلحة الإقليم العليا بين الأحزاب الكردستانية تضع جانباً خلافاتها الذاتية وتحافظ على الكيان السياسي الموجود للكرد في العراق، وتشجع أبناء الشعب أبناء كردستان للذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلين عن الشعب كفوين. إقليم كردستان هي حالتين حاكمتين، البرزان والطلباني، صح لو لا؟ فإذا صارت انتخابات ولا ما صارت، شو راح يقدمون شو راح يأخرون؟ حالهم حال البرلمان، هي تعرف آخر يوم الانتخابات، بس يصير مناطحات وما يصير توافق سياسي، إذا ما يصير توافق سياسي بين الأحزاب ماكو نتيجة. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير الانتخابي الدكتور عمار البهادلي، حياك الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كما ارحب كل الترحيب بالقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور محمود خوشناو، حياك الله. اهلا وسهلا بحضرتك. ابدا معك استاذ عمار، تمديد فتره الترشيح لانتخابات اقليم كردستان، كيف تقراها كخبير انتخابي؟ بدايه تحيه طيبه لك ولمشاهديك الكرام. يعني احنا نعرف اليوم انتخابات اقليم كردستان مرت بتعثرات، هذه التعثرات يعني خصوصا الوجه القانوني إلها. نعم. وانتظار قرارات المحكمه الاتحاديه، اضافه الى التعثرات السياسيه المتمثله بانسحاب ابرز الاحزاب السياسيه الفاعله في اقليم كردستان خصوصا الديمقراطي الكردستاني، باعتبار انه كان هنالك تحفظ للديمقراطي الكردستاني على قرارات المحكمه الاتحاديه خصوصا. نعم. ما يتعلق بمقاعد أو شكل الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد وكذلك طبيعة المقاعد المتمثلة بمقاعد الكوتا. بالنتيجة اليوم أعتقد انسحاب هذه الأحزاب السياسية أو أحد أقطاب العملية السياسية داخل إقليم كردستان يشكل مثلمة أو يشكل كأنما إضعاف لشرعية هذه الانتخابات، باعتبار اليوم الكل يعرف الديمقراطي الكردستاني له وزن جماهيري وله امتداد وله الديمقراطي شارك. واحدة من أسباب تعطل هذه الانتخابات والتأجيل لأكثر من مرة كانت في المرة الأخيرة هو يعني تحفظ الديمقراطي، وبالتالي أعلن انسحابه من العملية الانتخابية. نعم. أو من الترشح للانتخابات. بالتالي اليوم المفوضية حقيقة خصوصا بعد مخاطبة رئيس الإقليم عن يعني إمكانية إجراء الانتخابات بموعد يحدده رئيس الإقليم وبمرسوم جمهوري، كان الاتفاق على أنه هذه الانتخابات تجري يوم 20/10، وهذا الموضوع يتناسب ويناسب جدول العمليات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لأنه اليوم نعرف إحنا حجم العمل بالنسبة للمفوضية خصوصا الإجراءات الفنية والقانونية يعني تحتاج إلى سقوف زمنية معينة. بالنتيجة كان هذا كأنما فتح هذا الباب
الأحزاب السياسية سواء كان للتحالفات أو الأحزاب أو حتى المرشحين من أجل إعطاء فرصة أخرى لمن يود ويرغب المشاركة بالانتخابات لهذه الدورة السادسة طبعاً هذه بإقليم كردستان. إذن هذه حالة إيجابية لو مو إيجابية؟ يعني حقيقة احنا تشخيصنا للحالة غير الإيجابية بداية عملية التأجيل لأكثر من مرة لأنه هذا جهد وإنهاك للمفوضية وللحكومة الاتحادية بشكل عام وكذلك لمؤسسات الإقليم. طيب. أما الحالة الإيجابية اليوم اللي أنا أعتبرها إيجابية هو إعطاء فرصة لجميع يعني تنوعات وأشكال والامتدادات السياسية داخل إقليم كردستان. نعم دكتور محمود أجدد الترحيب بحضرتك وأسألك شلون هالأجواء قبيل الانتخابات في إقليم كردستان؟ انتهت المشاكل لو بعدها قائمة وبصراحة دكتور؟ تحية لك ولمشاهدين البرنامج. حياك الاتحاد الوطني الكردستاني. طالما ما أكدنا أهم ما في إجراء الانتخابات لديها النزاهة وأن القانون يجب أن ينسجم مع المتغيرات السياسية والاجتماعية في إقليم كردستان والقانون لا يجوز أن يتقاطع مع الأسس الدستورية. نعتقد بأن القانون السابق قبل قرار المحكمة الاتحادية بالعودة إلى أصل القانون وإلغاء التعديلات كان لا ينسجم مع المسار الدستوري، لذلك حاولنا ذلك في برلمان الإقليم أن نذهب إلى تعديل هذا القانون، لكن أبى الأخوة في حزب الديمقراطية الكردستاني لم يعتقدون بأن لديهم استفادة من القانون على بشكله القديم، وسوء الاستفادة ربما يتقاطع مع المسار الدستوري. لذلك فريق الأحزاب السياسية بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني قدم مشروع قانون لرئاسة البرلمان، وبالتأكيد الانتخابات لا يجوز أن تكون خاضعة للمزاج السياسي لهذا الحزب أو ذاك، هو لتثبيت دعائم الديمقراطية وأيضا تداول السلمي للسلطة وهي أساس دستوري، لذلك ندفع بهذا الاتجاه. أخيرا بعد قرار المحكمة الاتحادية وبعض التوجهات القضائية لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومشكورة المفوضية بجدول العمليات الزمني وكيفية التعامل مع 100 مقعد لبرلمان الإقليم، كانت توجهات إيجابية. نحن في الاتحاد الوطني ندعم سياسيا ونيابيا وإعلاميا هذا المسار، نعتقد بأنه مسار صحيح. يبقى النزاهة والمسار الانتخابي وفق المعايير الدولية، ندعم الرقابة لمنظمات المحلية والغير المحلية. بما يتعلق بسؤالك بالمناخ الانتخابي في إقليم كردستان والمناخ السياسي في إقليم كردستان، لا أخفيك بأن المناخ ليس مناخا يتطابق مع بعض ما يفسر هنا وهناك بأن هناك تقارب أو هناك نوع من التفاهم بين القوى الفاعلة تعلمين من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، مناصفة يحكمون إقليم كردستان ولديهم قواعد شعبية كبيرة ولديهم حضور سياسي كبير. الاتحاد يتطلع إلى انتخابات نزيهة، ونعتقد بأن هذه الانتخابات بقانونها الجديد سيغير المسار وسيغير الخارطة السياسية. طيب ولكن دكتور محمود، نعم، بعض الأحزاب السياسية تخوفوا من الدخول إلى الانتخابات لأنهم كانوا يعتقدون، وما زال هذا التخوف يسيطر على ذهنيتهم السياسية، لأن هناك متغيرات تحصل في كردستان. هذه المتغيرات متعلقة بالخارطة النيابية، متعلقة بالخارطة الحكومية فيما بعد، متعلقة بالشخصيات التي تدخل إلى الكابينة الوزارية ورئاسات الثلاث في كردستان. لذلك يتخوفون من إجراء الانتخابات لأنهم يعتقدون لا يستطيعون الوصول. لكن عموما نحن في الاتحاد الوطني نؤيد مناخ، هناك مناخ ايجابي، مناخ سياسي، مناخ اجتماعي، بيئه ملائمه لاجراء الانتخابات. طيب سلسة. دكتور بصراحه هنالك راي في الشارع الكردي يقول انه هنالك نقمه على الاحزاب التقليديه، وتحدث عن البارتي وعن الياكيتي. هل تعتقد ان الاحزاب الجديده والدماء الجديده ستغير الخارطه في اقليم كردستان؟ لو لا لا اعتقد، لاننا مررنا بانتخابات قبل عامين وثلاث، وكانت هناك انتخابات، والانتخابات الاخيره في كركوك أثبتت حضور الاتحاد الوطني الكردستاني وحصل على أكثرية الأصوات في كركوك مقارنة بالأحزاب الأخرى، وهذا مؤشر وعينة وقرينة على أن ما زال الاتحاد الكردستاني يكتسح الشارع الجماهيري. لكن كان الذي يعيق حضور الاتحاد النيابي عدديا كان نوعية القانون، القانون من دائرة واحدة إلى دوائر متعددة، كان يفقد سليمانية ثمان مقاعد فقط في محافظة سليمانية، اللي معقل الاتحاد الوطني كان يرحل إلى أرضي ودهور وفق النسب السكانية، والآن دوائر متعددة ستحصل سليمانية على مقاعدها حتى وإن كانت نسبة المشاركة متدنية، و
مقارنة مع المحافظات الأخرى. لذلك هذه المتغيرات في قانون الانتخابات الذي قررته المحكمة الاتحادية وفق التعديلات التي كانت طرأت على قانون رقم 1/1992 المعدل، لذلك هذه التغييرات ستغير الخارطة النهائية. لذلك نعتقد بأن ما يقال بأن هناك نقمة الأحزاب التقليدية ليس بهذا الشكل، هناك مبالغة كبيرة، وهذا جزء من الدعاية الانتخابية المسبقة. لكن نحن نعتقد بأن حضور الاتحاد على المستوى الشعبي، على المستوى السياسي، على المستوى المنظمات الكبير، وسيعود بقوة للانتخابات. طيب أستاذ عمار، شلون تتوقع نسبة المشاركة؟ لأنه اليوم تعرف أكو لغط سياسي وأكو لغط شعبي وأكو نقمة ربما على الوضع في إقليم كردستان. يعني ربما التكهن بنسب المشاركة بهذه المرحلة هو من السابق لأوانه، باعتبار مثل ما تفضلتي هنالك الكثير من المشاكل، سواء كانت المشاكل السياسية، وأقصد بالتحديد حالة من عدم الانسجام ما بين الأحزاب السياسية داخل الإقليم. هنالك مشاكل مالية، خصوصا اليوم السخط الشعبي حول موضوعة الرواتب وكيفية معالجة هذه الأزمة، وهذا هو حقيقة ربما يشكل العمود الفقري لاقتصاد إقليم كردستان. هذه اليوم أزمة لم تحل ما بين بغداد وأربيل، بالنتيجة اليوم هنالك إيرادات حقيقة تحاول أن ربما توظف هذا الموضوع في المرحلة القادمة لخدمة مصالحها الانتخابية ولمآربها الانتخابية. هنالك أيضا مشكلات أخرى نستطيع أن نسميها فنية، خصوصا ما يتعلق يعني واردات النفط من إقليم كردستان وإعادة استئناف تصدير النفط، وكذلك ما يتعلق بواردات المنافذ الحدودية. هذه بمجموعة يعني عوامل أو بكج من العوامل تنعكس على الشارع واهتمامات الشارع ومدى انسجام الشارع مع النخب السياسية للمرحلة القادمة. توقعات من وجهة نظرك الشارع يثق في الأحزاب التقليدية لو في الأحزاب الناشئة يعني الجديدة؟ جايش أنا بهذا الموضوع بالتحديد، أنه هذه المرحلة هنالك نوع من البون يعني والفجوة أصبحت ما بين الأحزاب السياسية والشارع أو يعني المجتمع داخل إقليم كردستان، باعتبار حالة عدم ثقة أولا، وحالة يعني عدم الوصول إلى حلول للمشاكل الأزلية التي أصبحت هي حقيقة أزلية، خصوصا منذ عام 2014 ولغاية هذه اللحظة، مشكلة الموازنة ومشكلة الرواتب. المشكلة الأخرى اليوم هنالك أيضا على مستوى النخب السلطوية داخل إقليم كردستان حالة من التباعد في المسافات. اليوم الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين هناك حالة من عدم التفاهم وعدم الانسجام، وما يعزز هذا الكلام اليوم الأزمة اللي ما يتعلق بانتخاب أو اختيار الحكومة المحلية في كركوك، باعتبار أنه هناك اليوم تمسك واضح من قبل الاتحاد الكردستاني بالمحافظ، وهناك رأي آخر مختلف تماما للديمقراطي الكردستاني. طبعا اليوم إذا نحكي بموضوعة الأوزان الانتخابية، ربما هناك حق للاتحاد الديمقراطي بالتمسك بهذا المنصب باعتبار هو من حصل على أغلبية المقاعد، 5 مقاعد من أصل 16 مقعد. بالنتيجة اليوم مجموع هذه الخلافات ستنعكس على نسب المشاركة، ربما سيكون هنالك عزوف في هذه المرحلة، خصوصا في هذه الدورة السادسة، باعتبار أنه البرلمانات السابقة لإقليم كردستان أولا هي لم تنتج شيء للمواطن، لم تعالج أزمات الاقتصاد وأزمات الرواتب وأزمات ربما المعيشة، خصوصا يعني الأزمات المعقدة واللي وصفتها حضرتك بالأزلية في إقليم كردستان. وأضف إلى ذلك هنالك المشكلة الرئيسية اليوم بقواعد البيانات المتعلقة بالموظفين والمتقاعدين وشريحة يعني المتعففين أو الشرائح الاجتماعية الأخرى التي تحتاج إلى الرعاية الاجتماعية من الحكومة الاتحادية. هذه ربما هذا القصور انعكس على الوضع المادي والوضع المعيشي داخل إقليم كردستان، لكن ربما هذا يدفع المواطن لإبداء صوته وإبداء رأيه في الانتخابات لتغيير هذا الواقع. يعني في الأدبيات الانتخابية عادة ما نترجم مثل هذه الأوضاع عادة تكون في منحنى سلبي تماما في المشاركة الانتخابية، لأنه تكون هنالك ردة فعل باعتبار أنه سلوك الناخب أو سلوك المواطن الانتخابي هو يكون ترجمة للواقع المعيشي والاقتصادي، كلما يكون هنالك أريحية في الوضع الاقتصادي والمعيشي سيكون هنالك انسجام مع النخب السياسية ومع طبيعة النظام السياسي والعكس صحيح. طيب دكتور محمود، بصراحة هذه الانتخابات ونتائجها راح تكون جزء من الحل لو راح تكون جزء من مشكلة كبيرة قد تعصف بإقليم كردستان؟ ربما نستطيع أن نغير السؤال، هل لإقليم كردستان خيار آخر سوى الانتخابات؟
أضف إلى سؤالك هذا السؤال، وأعتقد بأن لا خيار أمام القوى السياسية في إقليم كردستان وأمام إقليم كردستان ككيان دستوري سوى المضي بإجراء الانتخابات وأن تكون المؤسسات الدستورية أو تمضي على المؤسسات الدستورية الشرعية. يعني صراحة الخلاف السياسي ربما بعضه سببه عدم إجراء الانتخابات. الاتحاد يبحث عن التجدد في الأداء الحكومي، تصحيح مسار الأداء الحكومي سواء كان مع الحكومة الاتحادية أو مع الفواعل الإيجابية في المنطقة ومع الملفات المهمة على المستوى المحلي وعلى في إقليم كردستان وعلى مستوى الدولة العراقية كدولة فدرالية. الاتحاد يعتقد بأن بغداد العمق استراتيجي ويجب أن ينعكس ذلك على أداء الحكومة في إقليم كردستان، وفعلاً استطعنا من خلال الضغوطات بهذا المسار وإن لم نذهب إلى الانتخابات لكن حققنا بعض الأمور. ترين بين الأخوة في الحزب الديمقراطي كردستان لجأوا إلى بغداد واختاروا طريق الاتحاد وضغوطات الاتحاد نجحت بهذا المسار. لذلك هذه الأمور مهمة جداً في ترتيب الأولوية داخل إقليم كردستان وعلى المستوى الاتحادي أيضاً. لذلك حتى وإن لم نجر الانتخابات الاتحاد ما زال يمضي بتحديد مسارات جديدة لإدارة الحكم في الإقليم وكيف التعامل مع الملفات المهمة. تعتقدين ذكر الضيف العزيز ملفات مهمة كان سببها أداء السلطة وأداء الحكومة في إقليم كردستان مع هذه الملفات وكيف التعامل مع هذه الملفات. لذلك نجحنا على الأقل في السنتين الماضيتين بنوعية التعامل مع الحكومة الاتحادية وضغوطاتنا هنا في ولكن دكتور محمود أن نستدرج الأخوة في الحزب الديمقراطي تسمح لي أن نستدرج الأخوة في الديمقراطي الكردستاني أن يخطو خطوات جديدة تجاه بغداد. نوعا ما نجحنا بذلك. لذلك نحن ماضون في الانتخابات ونتائج الانتخابات ذكرت أن هناك مشكلة ستكون جديدة. أنا أعتقد بأن النتائج الانتخابية والخارطة النيابية الجديدة فعلا دكتور محمود ربما الاتحاد يقبل بهذه النتائج لكن ربما نعم ربما اليكت يقبل بهذه النتائج ربما البارتي ما يقبل بها. ورح نرجع لسيناريو التشكيك. الانتخابات بحد ذاتها هي مو مشكلة، قبول الأطراف بنتائج هذه الانتخابات قد يكون هو المشكلة، قد يكون هو السبب الرئيسي للمشاكل في إقليم كردستان. تتفق أو لا؟ لا يجوز أن نتبنى سياسة في أرنب وخذ أرنب في غزالة وخذ أرنب. إذا كان بمزاجي وبنكهتي أتقبل وإذا كان العكس أرفض. هذه لن تنجح وجربت في ملفات أخرى من قبل الأخوة الآخرين لكن لم ينجحوا وانصاعوا بالنهاية إلى المسار الشرعي والمسار الدستوري والقانوني. نحن نعتقد بأن الحكومة القادمة لإقليم كردستان يجب أن تكون حكومة مختلفة تماماً عن الحكومة الحالية والحكومات السابقة. هذه الحكومة لم تنجح لاستقطاب القوى السياسية الموجودة أصلاً في الحكومة في التحالف الحكومي في قرارات في شراكة في القرارات السياسية. فكيف تنجح مع المعارضة أو استقطاب أحزاب سياسية أخرى أو في مع بغداد؟ لذلك نعتقد بأن تصحيح المسار هذه الحكومة أولاً يبدأ بتغييرات جذرية في الأداء في البرنامج، وحتى إن اضطررنا إلى تغييرات في الشخصيات التي تقود الحكومة لدينا ملاحظات كثيرة وقدمنا هذه الملاحظات لجميع الشركاء السياسيين والبعثات الدبلوماسية التي فاتحت الاتحاد الوطني. نعم. ربما الأخوة الديمقراطي لا أريد أن أتكلم نيابة عنهم لكن هم لديهم ثوابت يجب يتمسكون بالعدد، يجب أن يبقى العدد كما هو ويتمسكون بالشخصية، يجب أن تكون هذه الشخصية. ربما هذا في المرحلة المقبلة لن يستطيعوا تحقيق هذه التوجهات. نعم. الأفضل العودة إلى العقلانية للتعامل مع الملفات الجديدة. نعم. وأن يتبنوا التغييرات. شكرا جزيلا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ الدكتور محمود خوشنا، وشكرا على ما تفضلت به. الشكر موصول لك أستاذ عمار البهادلي الخبير الانتخابي، حياك الله وشكرا جزيلا على ما تفضلت به. الآن ننتقل بكم إلى الموجز الخبري. السوداني يوجه بتعطيل الدوام الأربعاء المقبل تزامناً مع العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. العتبة الحسينية المقدسة تنشر 1000 موظف وستة آلاف متطوع لتنظيم حركة الزائرين خلال زيارة العاشر من محرم. وزير النقل يعلن إطلاق الخطة الخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام في جميع تشكيلات الوزارة. مديرية المرور العامة تعلن تكثيف انتشار عناصرها ضمن خطتها الهادفة لتحقيق انسيابية في الحركة خلال زيارة عاشوراء.
وزير النفط يوجه بضخ ملايين اللترات الإضافية من الوقود بأنواعه في كربلاء المقدسة دعما لخطة زيارة عاشوراء. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.